الولاد دول بيتهموك انك انت اللي حرقت شقتهم. ما قولك فيما هو منسوب اليك؟ مين الكلب؟ اسف فندم. يا حضرة الضابط، بيليف مي، انا بريء. الكلاب دول الاولاد دول تملي بيتبلوا عليا، ودي مش اول مره على فكره. رموني في السجن على ذمه قضايا انا ماليش بيها اي علاقه، وزعموا ان عندي مخدرات والعياذ بالله، وانا اصلا ما بدخنش. ايه ده؟ سوري. ايه ده؟ وبعدين المباحث جت فتشت المخزن، لولا ستر ربنا كنت عامل حساب. ما تتكلم يا مت، اتكلم. هو يقصد يقول لولا ستر ربنا، لكن الحمد لله. لكني ارى حضرة الضابط ان هؤلاء يتكلمون في هراء وهراء وهراء، كاذبون، وانهم يبتزون موكلي. ليه يا باشا؟ هو عشان محمود البزاوي يبقى بيبتزوا موكلي؟ اشرف من الشرف، مش هتلاقي اكتر من كده شرف. مين يا فندم بقى اللي اتهمني؟ احنا. ومين اللي بلغ عني؟ اهو اهو. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انت ابني اللي بلغت عني؟ انا شاهد بس. بص يا ابني، انا عايزك تشهد بما يرضي الله. قول يا ابني شهادتك اللي شهدتها دلوقتي، شفته في مكان الحريقه ولا لا؟ بما يرضي الله. ها؟ لحظه حضر الضابط، هل سمعت بنفسك؟ لم نسمعها من قبل. سمعنا من قبل انما فهو كاذب كاذب، ومعكلي بريء بريء بريء. حضرتك الحريقه لما قامت طلعت دخان كتير قوي، الناس اللي جم يطفوها كانوا اكتر من الدخان، فانا ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجة. ايه؟ وهو ده اللي أنا بحاول أوضحه لحضرتك بقالي أكتر من ساعة، وحضرتك مش مديني فرصة أقول حاجة. أكيد أنا بقى اللي ما بفهمش. إحنا متأسفين جدا يا أبو ريا بيه. إحنا عطلناك وأزعجناك. تقدر تتفضل. مش حاجة يا فندم، حسبي الله ونعم الوكيل. لازم أجدد هدوءي تاني عشان الإنفعال اللي إنفعلته. السلام عليكم. معلش عطلناك يا باشا. مقبولة إن شاء الله، بالإذن. اتفضل. طب يلا نستأذن احنا كمان. استأذنوا على فين؟ ده لازم يتعمل له محضر ازعاج سلطان، غير اقواله في نفس المحضر. حلو قوي، احبسه يا باشا. ده يحبسه ايه؟ يحبسه ايه؟ ده لازم يخرج يا فندم. هو حضرتك كتبت محضر؟ لا لسه ما كتبتوش. طب خلاص يا فندم، ده عيل اهبل يعني وما بيقولش اي حاجه. معلش سامحه. لولا ان كنتوا صدعتوني طول الليل لكنت بيتكوا للصبح. طب الحمد لله اللي صدعنا حضرتك، لو كنا لزاز كان زمانه حبسنا. الحمد لله. يلا اتفضل. بعد اذنك يا باشا. يلا مش زي المحضر. يلا وشك هنا تاني. ما تعرفش هيعملوا فيا ايه؟ ايش يا باشا؟ عم عليك ايه يا باشا كده يا باشا؟ يعني ايه نخش بيت الكلب دهوت بعد اللي عمله معانا؟ يا سيدي ان كان ليك عند الكلب حاجه قول له. يا سيدي يا سيدي ده ما رضيش يشهد زور معانا. اهو اديك قلت يشهد زور، عايز الراجل الطيب القمر ده يشهد زور. حرام. ايه ده بقى؟ مفيش حاجه. الله عمر، في ايه؟ انا بكرهه اكتر منك يا اخي، بس لازم نقعد هنا عشان مفيش حته تانيه نقعد فيها، فلازم نطوعه يا عمر. يعني ما كانش في غير الكلب ده اللي نقعد عنده؟ ما فيش غير الكلب ده اللي نقعد عنده. يعني انا كنت اعمل لك ايه؟ قعدك فين؟ في الفوت يا استاذ نور. في ايه؟ رجلك والكنبه عيب ما يصحش. ماشي ماشي يا حوزه اهو، وما حصلش حاجه. وايه اللي ما حصلش حاجه؟ انت هتسيبه يتحكم فينا يا اخي؟ والله انا ما طايقه بقول لك. لا يا جماعه نركز ونامي بعد اذنكم، وانسوا السبهلله اللي انتوا كنتوا عايشين فيها. البيت ده منظم، واللي اوله شرط اخره نور. استاذ نور مش هتفرق، المهم ان في تعليمات في البيت ده لازم نمشي عليها. يعني الفطار هيعمله عموره. عموره مين يا انت؟ ايه عموره دي؟ يلا ايه ده؟ انت عموره بيدلعك يا عموره. خلاص بقى احنا قلنا ايه؟ ماشي ماشي يا نور. ونار نوره يغسل المواعين. مواعين مين اللي يغسلها؟ ونار نوره مين؟ يلا انت هتصاحبني؟ يلا انت اتجننت؟ انا غلطاني بدلعك؟ انت شغال عندي يلا، انت تدلعه وتقول له عموره، لكن انا اوعى يلا. انا ياما قلت لك لنوره واحنا مع بعض. خلاص يا نور خلاص ابلعنا، مفيش حاجه مفيش حاجه. ماشي ماشي يا استاذ، الفطار هيعمله عموره والمعين هيغسلها نار نوره. بسبوزه بقى هتعمل ايه؟ لا بسبوزه عنده محل كهربا بياكل منه عيش. امال انا بصرف على الاستاذ منين؟ نعم. ايه ده؟ هو بيصرف عليك؟ نعم. يصرف على مين؟ ده عنده محل كهربا، ده وشه مضلم. يلا اعمل لنا شاي يجري. حاضر. اقسم بالله ما مصدقك، وكتاب الله ما مصدقك. هتسيب كلب زي ده يتحكم ويبيع ويشتري فينا؟ لا عادي، ننزل نبات في خرابه عشان تتبسط انت. انا حطيت لكم الشاي على النار، حد يقوم يصب.
مفيش حاجة يا أستاذ بنجاوي، تمام، أنا اللي هصب الشاي، أنا أبريق الشاي، هصب الشاي وأرجع هنا. وبعد إذنك الموبايل يبقى سايلنت في البيت. ليه؟ وإحنا في عزا؟ يا عم هي التعليمات كده في البيت ده. النور عامل سايلنت؟ أمك. ماشي. نعم. أيوة يا ماما. ألو. أيوة يا نور يا حبيبي، أنتوا فين؟ إحنا عند بالزاوية يا ماما. طب بقول لك ايه دناي، انا كنت بدردش مع عمتك، قلت لها يعني ممكن يجوا يقعدوا هنا، قالت لي طبعا ينوروا البيت بيتهم. بجد؟ الحمد لله انك نجتينا. طيب يا دناي، مع السلامه. انت بتعمل ايه؟ ده كده كتير والله كتير، مخليني اعمل له مساج وبيقول لي اعمل لي مزيكه بيتهوفن ببوك. ايه ده؟ بس سيبني بقى اعمل له مساج. حبيبي. حبيبي. ايه النور ده؟ ايه ده؟ حبيبي. يلا خش اعمل لنا شاي. يلا حاضر. اخلص. انت اتجننت تضربه على فاه؟ ايوه اضربه على فاه. قاعدين عنده يا ابني. قاعدين عنده ايه؟ خلاص لقينا مكان نقعد فيه. بجد؟ ايوه. فين؟ عند عمتك ناهد. عمتي ناهد؟ واروح اشوف منا بنت عمتك ناهد؟ ده انا عايش خدام تحت رجلين الكلب بالزاوي دوت، ولا اشوفش وش منا شلبي دي. ياد يا حمار، في اوضه مظبطينها لنا هناك، اوضه حلوه ونضيفه احسن من العفانه اللي هنقعد فيها هنا. ولا ده يتحكم فينا، ولا خلاص ما بقاش عندك دم. صح. لا ماشي صح. الشاي بعد ما تشربه كله قاعد يغسل كوبايته. حطيت سكر في الشاي؟ طبعا. حطيت قد ايه؟ معلقتين في كل كوبايه. مين قالك ان احنا بنشرب معلقتين؟ احنا ما بنشربش سكر خالص في الشاي. واسمع بقى التعليمات الجديده. تعليماتنا بقى. انت بقى مش عايزني احط رجلي؟ لا 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 والنبي. لا بس لا والنبي. لا اديني واقف لك اهو. لا الكتف بتاعك حرام. يا رب والنبي حرام. ايه الحاجات دي؟ التيشيرت. لا لا بتتحكم فيها بالزاويه. خلاص عند عمتك ناهد؟ لا لا عيب عيب برضك ان هو ما تتكلمش كده على عمتك. المهم ان انتوا كويسين. طب لو احتجت اي حاجه اي حاجه عرفني على طول، انا موجوده يا حبيبي. ماشي يلا سلام سلام. بالراحه بالراحه. هريت رجلي. ما انت عينك سليمه اهو. ايه ده حسب يا اخويا بقى فيا حته سليمه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحمد لله على السلامه. ده تجار عسل ده ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا يا ست هقولك ايه اللي حصل. اصلها عين عين وصابتنا. يا ما نصحتها وقلت لها بلاش تحط الصورة على الفيسبوك. حطتها وشيرتها. قطعوا الفيس وقطعوا اللي بيستعملوه. وقطعت الباقة على اليوم اللي شحنت فيه. ايه ده؟ انا ما بقتش عارفه اقول لك الف سلامه ولا الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ اسكتي يا ليلى اسكتي. ده كان شهر عسل منيل. بس انا هحكي لها. بتمشى انا وهي وساعه روقان كده ام ايه يطلع في دماغها انها تطلع تتصور صوره سيلفي على بوز المركب وانا ماسكها من وسطها زي بطل التايتانيك. حلو. اجرت لها المركب. ها. ولسه طالعين على بوز المركب رجليها اتزفلطت. احاول اقفشها من وسطها مش جايب الوسط. امسكها من دراعاتها مش مالك. اشدها من ايديها ايديها بتتزفلط. اعمل ايه؟ مراتها تروح مني. يا ناس الحقوني يا ناس غتوني يا ناس. مفيش ناس. راحوا الناس ضاعوا الناس. ابص يمين ابص شمال فجاه لقيت حبل واقع على الارض. رحت موطي واخد الحبل ربطتها من رقبتها بشد فيها لقيت لسانها اتدلدل وعينيها باظت وخدودها زرقت مش عارف من ايه. قلت مراتي هتروح مني وتموت. رحت سايبها من ايدي وقعت على الصخور. بس خدت الصوره. خدنا صوره الاشعه. إلا بالله. معلش يا حبيبتي ألف سلامة عليكي. معلش خلاص خلاص أنا أوعدك هعوضك. رحلة لشرم 4 أيام ب3 ليالي مع وجبة إفطار. لا لا ما تسيبنيش يا ليلى. أنا عايزة أموت في فرشتي. لا لا ما تسافريش معاه تاني يا حبيبتي. معلش معلش. يا سلام يا سلام على دلع الحريم. بقول لك إيه، أنا داخل قطة أريح شوية. ها أنا داخل أريح في قطني شوية. ها؟ هريح. ها؟ ما تريح يا اخويا. ده انا مدغدغه البعيد ما بيشوفش هو ابو كده يا ليلى. حقك يا حبيبتي والله ما عارفه اقول لك ايه. ما تسافريش معاه تاني. ليلى ما تسيبنيش. لا وما تخشيش ورا الاوضه تاني. انا هبات في اوضتي. حقك يا روحي. اخاف يا اختي يوقع الدولاب عليا. هو انا هفضل قاعد مستني كتير؟ ليلى ما تسيبنيش يا ليلى. يلا يا ولاد الفطار هيبرد. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبايبي. صباح النور يا حبايبي. ايه يا عمته البيجامات دي؟ البيجامات دي بتاعت المصحات.
ده عمك شلبي ما بيلبسش غير البيجامات دي، ده بيعشقها من ساعة ما اتجوزت. ايه ده؟ يعني البيجامات دي عندكم من ساعة ما انتوا اتجوزتوا؟ اه. عقبالك بقى يا عمر، شكلك قمر في البيجامة. لا لا بجد شكلك قمر. لا ايه يا جماعة، طب مش هنفطر ولا انا جعان جدا؟ ثواني، عمك شلبي صحي ودخل الحمام، يطلع وناكل كلنا سوا. جرايه يا عمته، واحنا عشان قاعدين عندك يعني هتذلينا عشان هتفطرينا؟ بس ايه عيب كده يا نور، عيب كده، ده احنا بيتنا مولح يا ابني، مش لاقي حته نقعد فيها، ده انا بقيت في نص هدومي. والله يا امي انا اللي بقيت في نص هدومي. يا جماعه الهدوم هي اللي كبيره، احنا مش في نص هدومنا ولا حاجه. ايوه بس برضو هنفضل مبدرشين كده على عمتك. لا المبدرشين دي بلد يا ما. انت منين اصلا؟ مبدرشين. والله يا جماعه عيب، عيب اللي انتوا بتقولوه ده، ده انتوا منورينا والله. حقيقي فعلا منور يا عمر. لا فعلا منور. لا يا لا بقولك يا ماما. نعم. احنا يومين بيت كتير ونشوف بيت تاني. حاضر. ولو ما لقيناش بيت تاني نرجع بيتنا وهو مولع، مفيش مشاكل نقعد فيه عادي. حلو جدا وستايل على فكره. لا بتحب البيوت المولعه؟ اولع لك في البيت والله. لا فعلا اولع لك في البيت يا شيخه. لا انت بالذات يا عمر هتفضل معانا على طول. افضل عندكم؟ لا الف الف مبروك. الله لا يا عمر، يا عمر اعتبر البيت بيتك. البيت بيتي؟ أوه. طب اطلعوا بره لو سمحت. يو اطلعوا بره. بيتي بيتي حرار يا جماعه. الله انا ايه الذوق كده يا عم. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده؟ ايه ده ناهد؟ ايه؟ مين اللي قالك تلبسيهم البيجامات بتاعتي؟ امال هلبسهم ايه؟ انا اسف يا عم شلبي عشان لبسنا بيجاماتك من غير ما نقول لك. لا ما تتاسفش، انا مش متضايق ولا حاجه يا ابني، بس البيجامات دي بقى لها 10 سنين ما تعقمتش من يوم ما كان عندي مرض التانيه. يا لهوي تاني. اقلعوا يا اولاد اقلعوا. ناهد غسله البيجامه دي كويس ولا ايه؟ اه طبعا زي الفل، وحاطه فيها نفتالين. نفتالين ايه؟ بليه ولا تانيه؟ بليه. ايه يا حبيبي؟ ضهري بياكلني. ضهري بياكلني. ولازم ضهرك ياكلك عشان التانيه ماشيه بضهرها. بس كان في واحد صاحبي قبل كده كان قاعد في اوضه وقعد يقول ضهري بياكلني، ضهري بياكلني، ضهري بياكلني، ضهري بياكلني. دخلنا عليه لقينا ضهري وكان الواد اعوذ بالله، والعمود الفقري كان طالع بياكل معانا. بياكل انتوا بتهزروا؟ بتهزروا؟ مفيش تانيه ولا حاجه، ده مقلب من ضمن المقالب اللي كنت بشوفها في برنامج الكاميرا الخفيه في رمضان. اه اديني عليك. ما تخلينا قاعدين في الاوضه يا نور، انا بصراحه بحس بالاحراج جدا، انا لو قاعد عند ناس ما اعرفهمش مش هحس بالاحراج ده. مش لو كنت اتجوزت منى كان زماني دلوقتي قاعد في شقه اخويا. منى ايه اللي اتجوزها؟ انا ما بطيقش منى دي ساعه، عايزني اتجوزها واقعد معاها طول العمر. استنى استنى يا عم شارب، الكراسي دي كلها هو في ماتش النهارده ولا ايه؟ ماتش؟ لا 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 مفيش مطوشه ولا في اي حاجه من دي خالص. امال ال سي دي يا هيف؟ ايه ده دي مش ال سي دي؟ امال في عزا؟ انتوا في ايه؟ ابوس ايدك وركزوا شويه. ما حضرتك والله العظيم من ساعه ما جيت البيت ده انا مش لاقي ايد عشان تبوسها. بالظبط تبوس كمامنا قصدك؟ يا اخوانا كمامكم ايدكم وركزوا معايا. كراسي وصبوره وقلم، يبقى ايه؟ درس، بدي درس. انت متنرفز ليه؟ فين الطلبه اللي هتدرس لهم؟ جايين كمان شويه، انا عامل الدرس هنا كده. طب تعمل بروفه عبال ما يجوا؟ مش بروفه، بصوا الكيمياء عباره عن نوعين، في كيمياء عضويه وكيمياء غير عضويه. طب انت جددت العضويه؟ عضويه ايه؟ عشان تشتغل في الكيمياء. يا اخوانا اورجانيك كيمستري اللي هي الكيمياء العضويه. اورجانيك كيمستري وبتاع، احنا مش صغيرين قدامك عشان تكلمنا بالاسلوب ده. ده الاسم العلمي. لا ده الاسم الانجليزي مش الاسم العلمي. يا ابني انا مش درست لك كيمياء قبل كده. اه درست لي وشالتني سنتين. انت كبيرك يا عم شلبي تبيع كيمياء تضرب كيمياء، لكن ما درست كيمياء. وانت كبير بشناب وشباب ونسيت انه كلمني على السناب. قول له ياخد ساتر. ايه؟ مش احنا يا واد، مش احنا. كلم العيال اللي بره. كله ياخد ساتر. يا ساتر يا رب. كله ياخد ساتر. ايه ده؟ ايه ده؟ المنظر ده فيه ايه؟ تجربه كيميائيه جديده قمت بعملها مع التلاميذ اللي معايا. كوباية مية صغيرة قوي كده وجبت كلوريد الصوديوم. ايه كلوريد الصوديوم؟ ملح الطعام. ما تقول ملح الطعام. ما انا قلت عايز اشوف هذا ملح الطعام هيدوب ولا ينفجر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ معرفش. اطلع بص بره شوف حصل ايه. انا مالي انا؟ ما تشوف انت، مش العيال التلاميذ بتوعك بره. انت هادي وطيب وابن حلال، اطلع انت بره شوف ايه اللي حصل. زمان الطلبة بقوا اشلاء. لا لا ماليش دعوه بالاشلاء، انا ليا الدعوه بالتجربه الكيميائيه بتاعت ملح الطعام. مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه، روح لم الاشلاء، اكيد العيال هيجوا يقولوا لك اين اشلائي. اين اشلائي؟ ايوه انا رايح لهم. الطلبه ثانية واحدة يا عم شلبي، معلش يعني كل المعادلة اللي أنت عاملها ديت اللي هو كلوريد الصوديوم، يعني جبت شوية مية على ملح، مية بملح، هي دي المعادلة؟ أيوه. ارحمنا بقى. مش هضيع وقتي معاكم، هروح للطلبة بتوعي. فيها يا عم شلبي؟ أنت شربت التجربة. الطلبة الموجودين في الحصة كله ياخد ساتر. ايه الراجل ده؟ انا مش فاهمه. ميه بملح يبقى عامل معادله؟ يعني لما اعمل شويه ميه بسكر عشان ده يبقى انا كده اخترعت؟ ايه ده؟ انا عندي فكره حلوه قوي. فكره ايه؟ فكره تخلينا نقضي على بوريا وكمال بوريا.
دلوقتي ابو رايه بيه وكمان ابنه دول استهتروا بينا قوي لدرجه انهم حرقوا بيتنا يا عمر. هتعملوا ايه يعني؟ ما انتوا عملتوا لهم محضر وما خدتوش حق ولا باطل. بالظبط كده، يبقى نلعبهم بنفس الطريقه اللي بيلعبونا بيها. يا نور قلت لك 100 مره قبل كده انا مش موافق على اللي انت هتعمله ده. هو في ايه يا عمر انت كمان؟ ما تستنى يمكن عنده فكره جهنميه ولا حاجه كده فظيعه ياخد حقه بيها. هي فعلا جهنميه، قول لهم الفكره الجهنميه. احنا هنفنجر عربيه ابو رايا. يا نور اسود ومهبب، انت اتجننت ولا ايه يا نور؟ لا طبعا انا مش معاكم في الليله دي. بقول لكم ايه، انا هنزل هنا عشان لما المباحث حتى تيجي تحقق ما تقولش ان انا كنت معاكم. بقول لك ايه، خديني معاك يا مارين، دول هيودي نفسهم في داهيه. هنودي نفسنا ايه؟ هو اللي هيودي نفسه في داهيه وانا بقول له انا مش موافق على الجريمه دي، خصوصا ان الاعتداء على ممتلكات الغير يعتبر جريمه. ايش حال بقى لما تفنجر ممتلكات الغير؟ مش فاهم دي بقى تتحسب ازاي. كفاياكوا جبن وسلبيه بقى، انا افضل ناخد على قفانا لحد امتى؟ انا راح افنجر عربيه كمان ابو ريا، اللي هيجي معايا يجي، اللي مش عايز يجي ما يجيش ويغور في 60 دقيقة. خلاص يا نور اهدى، روح فنجر العربية، وانت اصلك فنجر قوي ما شاء الله. هتيجوا معايا؟ اه. طب عصبتوني ليه؟ معلش معلش. عصبتوني ليه؟ ما انا كنت ماشي كويس. خلاص هنفنجر العربية، هنفنجرها. يلا بينا. يلا نفنجرها. يلا نفنجرها. منا هاتي الكيكه اللي انت عاملاها دواقي مرات خالي. لا لو سمحت انا بلاش الكيكه، ما جبتش معايا دواء التلبك. لا ده اكل منه اتغير خالص. دي طول النهار فاتحه قنوات الطبخ وبتتعلم منهم. تعالي اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبه طنط، اقعدي لنا في حته بقى وتلهي، انت عامله زي الكرومبا. دي البت خست قوي، دي مهتميه برشاقتها اليومين دول وطول النهار فاتحه قنوات الرياضه 1 2 3 4 اي. طب اسحبي منها بقى الريموت احسن تجيب لنا قناه التت وتفضحنا. لا احنا ما عندناش بنات تفتح حاجات زي كده ابدا، احنا نسلمها لعريسها قطه مغمضه زي ما هي كده. هو عمر فين يا طنط؟ عمر ماله؟ فين يا اختي؟ هو حد بيتلم على عمر ده ليل ونهار؟ بيصل لوش الفجر ما بنشوفوش. كل الشباب كده في الاول، بس بعد كده لما يتجوز ويقعد ويبقى له بيت نعرف نروح له فيه. هيبقى زي الفل. صدقيه كل يوم مع واحده تانية خبره جدا. بياخد فلوسهم. يحوشها جدع. حبيبي مدبر. بيلعب بيها قمار. بقول لك ايه يا حياتي، انا فاهمه انت بتقولي الكلام ده ليه. ها انا واحنا هنتوه عن عمر، ولا انت قصدك بقى ان بنتي معيوبه؟ ده انا فله قمره. فشر قطع لسان اللي يقول كده. انا بس يا حبيبتي بخاف من جواز القرايب عشان الناس، يعني الام تبقى هبله وهطله وعبيطه ومجنونه كده، والاب يبقى زي الفل زي ابني. اه لا سيبيها على الله، ده نصيب يا ياتم. يا جماعه انا شمم ريحه كيكه، في البيت كيكه عندنا؟ في دروس خصوصيه حد بيدي غيري؟ خد يا حبيبي منى عامله الكيك ده. ايه ده منى؟ اه دوق. تسلم ايديك يا بت حبيبي. جسر عجبتك؟ قوي. مفيش احساس. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي، كنتوا فين لحد دلوقتي؟ يا ماما انت من امتى وانت بتسالينا الاسئله دي؟ اتاخرت كده ليه يا عمر؟ نعم. الساعه فينا كام يا استاذ؟ الساعه 7. ايه ده ايه ده؟ وانت مالك انت؟ ده انا امي ما بتسالنيش السؤال ده. ما هي لسه سالاكوا؟ هي سالتني انا، ما سالتوش هو، هي ما تقدرش تساله هو. بالظبط ما تستجراش. ايه يا ماما؟ وانت من امتى فعلا بتسالينا الاسئله دي؟ اديكي فتحت علينا فتحه اهو. آه عم شربوكا. نعم. عايزينك في موضوع كده، تعالى. موضوع مهم قوي. تعالى بس، عايز انا اذنكم، عايزيني في موضوع مهم. اتفضل. يا ريت يا ريت يا ريت يكون اللي في بالي. هيكون اللي في بالي ونكيد العوازم. اتفي في وشي. انا عاوز اعرف ايه الموضوع المهم اللي انتوا عاوزيني فيه. عايزينك تعملي لنا قنبله. يا جماعه يا جماعه القنبله دي عايزه موز وتفاح وانا ما عنديش. ده بتاع العصير اللي جنبنا بيحط موز وتفاح وفراوله وقشطه وجيلاتي. ايه ده؟ احنا مش عايزين قنبله من قرنك ولا ديناميت من الشبراوي، احنا عايزين قنبله بتنفجر. بتنفجر؟ انا قلت عملتوا جريمه قتل وحرقتوا شقتكم عشان تتستروا على الجريمه وتمحوا اثار الجريمه. يا ناهي تعالى هنا. بس تنده لعمتنا، هتعمل لنا ايه يا عمتنا يعني؟ انت بتتوه عشان مش عارف تعمل حاجه وخايب. انت عارف ده مسمينه ايه؟ ايه؟ مسمينه كوروديا الكيميائيين. مكتوب كده على سور المترو، ومع كوروديا الكيمياء شلبي سلوفان. انا فعلا قلت لك الموضوع محتاج كيميائي، ده كهربائي. ولا حتى حصل كهربائي، ده الكهربائي بيفهم. ده انت خايب خيابه. طب تصدقوا بقى ان سهل جدا ان انا اعمل قنبله؟
القنبلة بتتعمل بملح الطعام من كلوريد الصوديوم. الراجل ده بيلعب بملح الطعام لعب، انا ما شفتش كده، ده دماغه ملحت من كتر العلم. وكل حاجة الملح، انت اثبتت ان الملح ده هو اصل كل شيء، ده ماشي بملاحة يا معلم. يا اخوانا انا ممكن اعمل لكم قنبلة بس انا مش عاوز اروح في داهية. لا خالص تروح في داهية ليه؟ ده الموضوع بسيط جدا، الموضوع عاملينه للسينما لحد حبيبي وحبيبك. مين ده؟ احمد. احمد مين؟ احمد السقا. استاذ احمد السقا النجم بتاع السينما. ايوه احمد السقا الممثل، بيعمل فيلم جديد اسمه هروب بمزاجي، عشان يعملوا بقى المره دي بروقان، وكنا عايزينك يعني تعمل التفجيرات. لو مش عاجبك خلاص نرجع نجيب اندرو تاني بقى. هو اللي يعمل الحاجات. مين اندرو ده؟ اندرو اقول لك مين اندرو ده، مش بتشوف في كل الافلام العربي بتاعتنا في ناس بتتخانق مع بعض، بتتخانق مع بعض، فجاه بيظهر واحد اجنبي بيضرب معاهم ما تعرفش جه منين؟ ده غريب قوي الراجل ده، تلاقيهم قاعدين في السيده زينب وبيضحكوا، خد ياد وبتاع، وتلاقي الاجنبي ده ظهر معاهم وبيضرب معاهم. مين ده؟ ده جن، تحس ان جن ظهر في قلب الفيلم. ما دام القنبله للاستاذ احمد السقا، انا هعمل لكم قنبله من ماده خطيره، ماده التي تي تي. مش تي تي دي رقصه؟ لا التاني اسمها كي تي تي. ولو الاستاذ احمد هو اللي هيفجر القنبله بنفسه لازم يلبس البدله. مفيش مشاكل، نفصل له بدله او نجيب له واحده جاهزه ببيونه كده وكرافته، ويبقى شيك كده وهو بيفجر القنبله. يا جماعه ايه، هو رايح فرح يا جماعه؟ لا هو ماسك القنبله لازم يبقى لابس البدله بتاعت التفجيرات، عشان لما القنبله تنفجر بيحصل رد فعل، هيترمي لورا يجي 12 متر. 12 متر؟ اه البدله تحافظ عليه. ايه ده، احنا هنجيب بدل للشارع كله ولا ايه؟ لا يا عم شلبي، احنا عاوزين حاجه قنبله خفيفه، يعني ايه تعمل بقى سينما فرقعه كده انفجار كده يعني. ما هو لو ربنا كرم وطلع من البدله من غير ما تتحرق هيبقى سليم ومفيش اي حاجه. طب ولو البدله اتحرقت؟ معرفش، انا ما شفتش قبل كده ولا جربت. ده انت خايب خيابه وصغرتني مع الاستاذ احمد السقا. تعملي ايه يا مجنونه انت؟ ولد اخرس خالص، مش هعزمك في فرحي، حقير. ايه سمعتي ايه؟ مش سامعه اي حاجه يا ماما، بس حاسه خلاص انه بيطلب ايدي منه. بجد يعني ازاي؟ احكيلي. اصله بقاله يومين بيعاملني بطريقه هايله. يعني ازاي؟ قولي يا ماما. بقاله يومين ما بيستنيش. ايوه انا شايفه كده برضه باين علي. العفش على مين؟ خير ان شاء الله. بابا هو عنده مشكله في استان الفرح يبقى كب؟ لا كب ما فيش اي مشكله. خير احنا هنجيب اوضتين وهو المطبخ والسفره. خير ان شاء الله. خير بابا. أيوة. لازم يعرف ان شهر العسل يبقى في المالديفا، وبعدين هقلع بقى النضاره في الفرح. خلاص خير ان شاء الله، موضوع رجالي وبيخلص والستات هتعرف كل حاجه. ايه هو الخير؟ طمني. خير ان شاء الله. البتاع اللي انت عملتها لي دي اسمها ايه اللي انا اكلتها دي؟ كيكه. اوعي تعملها لي تاني، واقفه على قلبي هريح ربع ساعه واجي وكلكم على كل حاجه. الموضوع مش خير وبس، ده قنبله. بتحكي يا راجل؟ بنت هتتجنن. ابوك ده مش عايز يفرحنا ابدا، واكيد هيستناكي لحد ما تخلصي الامتحانات. يا ماما دول على الامتحانات. تفتكر يا ماما حلمي هيتحقق؟ طبعا يا حبيبتي حلمك هيتحقق، بس هو ابوك خيره بتاع مقالب قال يعني عايز يعملها لنا مفاجاه، بس انا بقى عايش له في الدور، ولا هساله ولا اهتم باي حاجه، هعمل نفسي مش واخده بالي. مبروك يا حبيبتي. يا هي دي الفيلا؟ هي دي الفيلا. دي حلوه قوي. دي بكام دي؟ انت مالك انت بكام؟ انت معاك تمن اصلا شجره منها. خلينا في المهم. بحلم يا اخي. جبت الريموت؟ معايا، بس بقول لك ايه؟ عم شلبي مأمني امانه، نفجر بيه القنبله ونرجعه تاني عشان ده بتاع التلفزيون. يا نهار ابيض، ده مليان زراير، هنفجر انهي واحد؟ هنفجر قنبله، هنفجر زرار الصوت. القنبله معاك؟ لا مع بالزاوي. بالزاوي؟ اتفضل يا رايت. شو هو بقى؟ جه دورك يا بطل، دورك اللي بتحلم بيه. هتدخل على الفيلا، هترزع الباب برجلك. هتطير، هتلاقي عربيه، بس وانت بتطير اوعى تقع، عشان ممكن وانت بتقع القنبله تفرقع. هتحطها بقى ايه تحت العربيه، تلزقها في العربيه، وانت بتلزقها في العربيه من تحت احنا هنفجر. لا اسف يا ريس، ما تورطنيش في الحوار ده. طب شيء ايه؟ ايوه صاحب العربيه هيطلع لي من البلكونه ويقول لي بتلعب في ايه تحت عربيتي ليه؟ انت بتخربشها، تحمر، بتعمل عمل بطولي. انت ما قلتلوش ولا ايه؟ لا هفهم. انت مش عارف احنا اخترناك ليه للدور دهوت يا بالزاوي؟ لا عشان ده محتاج بطل، ومش اي بطل، ده بطل اكشن مش بطل كوميدي. لو بطل كوميدي كان ممكن نعمله احنا، لكن ده عايز بطل اكشن. انا اسف يا سعاده البيه، انا اللي زي ما يقدرش يعيش بطل، انا اللي زي هيعيش هالفوت وهيموت هالفوت. لا ده بتاعنا. بتقلدني ليه؟ قلت لك 100 مره ما تقلدش مني. صح ولا غلط؟ صح. مش عايزين منك حاجه. هات شغور. يلا غور. ترجعوني الشنطه تاني زي الخروف؟ يلا انت خروف اصلا. يلا امشي. شكرا. امشي اخلص امشي. ده كدايه في قرفك. طب والعمل؟ في حاجة في دماغي كده بس عايزة صبر. ساعة مستنية، ما تشيلنا بقى، عايزة أصور والنبي. صوري إيه؟
عايز صور القنبله وهي بتنفجر، هيجيب لي لايكات ياما. انت عبيطه يا ليلى، انت ايه اصلا اللي نزلك من العربيه؟ اركبي العربيه تاني ودوريها عشان اول ما نيجي تطلعي على طول. ماشي، بس والنبي تاخد بالك من نفسك يا نور. خايفه عليا قوي؟ حاسه قلبي متوخ وش كده مش عارفه. ما تقلقيش انت كمان يا عمر، خلي بالك على نفسك. خايفة عليا يا مريم؟ لا طبعا مش خايفة عليك يا عمر، انت سايبنا في الصحراء هنا لوحدنا، ممكن اي تعبان ولا اي حاجة مصيبة تحصل لنا. في ايه ده السحلية دي؟ يلا بقى خدشوا العربية، يلا مش هنهزر هنا، يلا. ماشي ما تغيبوش، ها ابقى صور. سلام. رايحين نفجر مكان، مش رايحين نلعب تنس. نار. ماشي يا عسل. العمل بعدين هقول لك. يا ابني ما تقول لي دلوقتي، ايه اللي بعدين هتقول لي؟ هبقول لك ايه؟ ايه هقول لك دي؟ ما تقول ايه التشويق اللي في كده؟ ليه بتشوقني؟ انت بتزعل قدام ليلى؟ قدام البنات؟ ده الاخ الكبير؟ بابا عايزك تجري باقصى سرعه، تبقى سريع جدا. سريع ايه؟ بص يا بابا، على قد ما تقدر تبقى سريع، خليك سريع. يلا وتخش وتودي القنبله جوه العربيه. بتفخخوني يا كلاب. طب افرض انفجرت فيا يا حاجة؟ ما تقلقش، وبعدين انت دلوقتي بقت سلحفة، يعني حتى لو انفجرت خش جوه الصدفة على طول، مش هيحصل لك حاجة. ماشي يلا يا بابا. لا اله الا الله، حتى الزواحف بتذكر ربنا. سبحان الله. يا رب. دي اسرع حاجة عندي، قربت اهو، هانت ان شاء الله هوصل الاسبوع ده. يا مسهل قربت اهو. الله يخرب بيت الخشونه وسنينها، كان زماني طلقه. هدوس هدوس ايه ده؟ عبال ما يوصل العربيه فيها بتاع 6 ساعات. دي انت كل الحمد لله، ادي رابع ماتش يكسبوه ورا بعض عشان يسكتوا شويه. الله 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 الله، الحمد لله، اديك ابتديت تتعودي على الكرسي اهو. يلا شطوره شطوره. لا مش هقوم، اتعودي مع نفسك. معلش. ايوه بقى يا مراد. معلش نتعود من اخطائنا، انا مش هعيش لك العمر كله. يلا يلا يا حبيبي. ايه المره دي يا مراد؟ ايه؟ يلا يلا. تا 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 شفتي؟ عشان واحنا بايدينا نبص بعينينا. معلش. حصل خير؟ حصل خير. اتفضل يا حبيبي. يزيد فضلك يا حبيبه قلبي. معقوله عربيه الفول جايبه لي الاكل بنفسها؟ زمان الفول برد وجرمز، وانت المفروض ما تتحركيش من السرير. ما انا قلت اقوم اشوفك، لا تكون محتاج حاجه ولا حاجه. يا ستي انا احتياجاتي وطلباتي ان انت تفضلي في السرير وما تتحركيش. وانا راحتي في طلباتك يا مراد. بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين تهرب. احنا دلوقتي اختي في شهر العسل وعندنا طلبات لسه ما عملناهاش. طب وانا في ايدي حاجه؟ في ايدك ان انت تفضلي قاعده في السرير وترتاحي عشان الدواء يعمل مفعوله بسرعه. ومين اللي هيخدمك يا مراد؟ يا ستي انا اصرف نفسي بنفسي. يبقى ماليش لازمه في البيت بقى لما انت تصرف نفسك بنفسك وتستغنى عني. اقصى عليكي وطوعك قلبك تقولي لي الكلام ده. انا اقدر استغنى عنك؟ ده انت الكابل العمومي اللي منور حياتي. ما انت هنا وتسيب الكابل العمومي وتشتغل على الطاقة الشمسية. فاشر، ده انت فيوز عمري. يو بقى يا مراد، بطل كلامك اللي بيكهرب ده. لو انت لسه شفت كهربا، ده انا لحد دلوقتي متشعر. بكرة اعلي الفولت لما الضغط يعلى. الدنيا عشان تظهر لك بالالوان، عايزك واثق من نفسك مهما كان. اتخلص من نحس اللي ملازمك، شوف واحد صاحبك عزمك على فرحة جديدة في اي مكان. سيبك من اليأس وحدد عايز ايه، يا تشوف تعويذة تحل مشاكلك دي. خش على الدنيا بصدرك، تلقى الدنيا عشان خاطرك بتجيب كل اللي بتحلم بيه. تقدر تقدر جواك السر، وتقدر مهما كان حجمك. تقدر 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 جواك.
جسد قدامك يقلب فرق اوقات. الناس اللي انت بتستضعفها هيجي لك وقت تشوفها جامدين ولا عبرة بالنهاد. احلامك بكرة مصيرها تشوف النور والفرصة هتيجي هتيجي لكن بالدور. خليك في طريقك عادي مكمل الدنيا هتضحك اول ما تحس ان انت بقيت مشهور. اي فرصه في يوم تجيلك خدها يلا من سكان.